عايزه بنتك في بنت كده بتاعت بنتي انا عايزاها والله. وانت سبتيها ازاي؟ كانت معاكي فين؟ كانت معايا في الدنيا. قلت لو عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه، انا قلت اطلع اقول لك وقعدت اتصرف. اصل انا بعمل ده بقالي ساعتين ومفيش ليه جاي ساعتين. كنت نايم. يعني انا كنت نايم وما بتشوفنيش كده ساعتين ومفيش ليه؟ يا مساء الفل عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما ابدا فيديو النهارده في مسابقه ثانيه رجعت لكم، ومسابقه قويه وجايزتها 2 ايفون برو ماكس في رمضان. كل اللي عليك هتخش على اللينك اللي في الديسكريبشن تحت، وده لينك قناه احمد ميدو. هتخش تشترك عنده وتكتب لي بس يا اكرامي تم، مش هطول عليك في الموضوع. لو عايز تكسب وتكون واحد من الاثنين اللي هيفوزوا، خش حالا واشترك في قناه احمد ميدو واكتب لي هنا في الكومنتات تم يا جيش اكرامي هاجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. وعايزين يا جماعه كمان نوصل الانستجرام للمليون بقى علشان نفرح اكرامي معانا. كل اللي بيتفرج على الفيديو بيخسر اي حاجه ان هو يخش على الانستجرام عندنا يدوس فولو علشان يبقى من الجمهور بتاعنا على الانستجرام ومن الجمهور بتاعنا على اليوتيوب. النهارده فيديو عباره عن ان انا مش هشقلب حياته ومش هقلقه، انا هدمر له دماغه. انا يعني بصوا انا مش عارفه انا هعمل فيه ايه النهارده بجد، عشان انا متغاظه منه جدا يا جماعه بجد والله العظيم. مش عايز اشتغل، مش عايز اعمل اي حاجه، مش عايز يعمل اي حاجه في حياته. هو طاقه سلبيه جدا، ما عندوش اي طاقه ايجابيه في الحياه، ما عندوش ان هو عايز ياكل وينام ويقوم يشرب ويلعب في الموبايل. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، احنا عايزين نشجعه بجد ان هو يرجع يعمل فيديوهات تاني. انا كنت تحت بشتري شويه حاجات انا وفرفور من السوبر ماركت اللي جنبنا وكده، ففكرت وانا جايه ان انا اطلع اصحيه من النوم واقول له ان فريده تاهت مني. فريده تاهت مني؟ فريده تاهت مني. هو نايم والله العظيم يا جماعه، حرفيا هو بياخد العلاج وينام، بياخد العلاج وينام. فانا هطلع اقول له اكرامي الحقني، انت لازم تقوم تدور معايا على فريده. ليه؟ فريده راحت فين؟ فريده تاهت مني. يلا انا هطلع اخبيها بالراحه واحده واحده. هثبت الكاميرا في الريسبشن عشان طبعا ده مش هينفع تصور، علشان لو صورت هيقول ايه ده اللي ماشي معانا بالكاميرا. هثبت كاميرا في الريسبشن وهثبت كاميرا في اوضه النوم وهوريكم رد فعل اكرامي عليا هيبقى عامل ازاي. يلا بينا نبدا الفيديو، يلا بينا نبدا. طلعت طبعا عملت المقدمه تحت وعرفتكم الدنيا هتمشي ازاي عشان صوتي ما يطلعش هنا وهو نايم. هاخد فريده اخبيها جوه في الشقه، وطبعا هو مش هيقوم يدور يعني في الشقه عشان انا بقول له فريده تاهت مني تحت في الشارع. انا اخش اخبي فريده جوه اهي. فريده مستعده معايا، هنستخبانا. يلا وهتطلعي خالص ماشي. وخبينا فريده، هدخل دلوقتي صحي. لحني لحني طبعا مش قادره اخد نفسي. حلو يلا تعالوا، انا مش هثبت الكاميرا، انا قلت اخبي ده ليا في الدولاب عشان تجيب لكم ادق التفاصيل اللي انا هتعملها فيك النهارده. هخبيها في الدولاب وهقفل عليها الدولاب شويه، وبس هنخلي عدسه الكاميرا هي اللي باينه عشان انا مش حابه اثبتها، حابه اجيب لكم كل اللي انا هطلعه عليه النهارده واحده واحده. مش هو عمل فيا مقلب وخلاني تحت وخضني على فريده وقال ان هو رماها من على السلم؟ انا بقى مش هخضك، انا هرعبك النهارده. تعالوا معايا نشوف ايه اللي هيحصل. يلا عشان تستخبي في الدولاب بالراحه بالراحه. خليكي قاعده هنا، هقفل عليك الدولاب شويه ماشي؟ تمام. عليك شوي. فريدة يا فريدة فين؟ فريدة كانت في العربية أصلا، فريدة فين؟ معرفش يعني ما تعرفيش. هو أنت كنت فين أصلا؟ كنت في السوبر ماركت وطلعت في الثانوية كده وسط الليفة ما كملتهاش. ده بقالك قد إيه الموضوع ده؟ ساعتين. ساعتين؟ يا نهار أسود ومنيل، يا نهار أسود. ساعتين وزي ما قلتليش ساعتين. كنت بدور عليها وما كنتش عايز تصحي. فين التليفون؟ والله. وانت سبتيها ازاي؟ كانت معاكي فين؟ كانت معايا في الدنيا. قلت لو عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه، انا قلت اطلع اقول لك وقعدت اتصرف. اصل انا بعمل ده بقالي ساعتين ومفيش ليه جاي ساعتين. كنت نايم. يعني انا كنت نايم وما قلتليش كده ساعتين ومفيش ليه؟ ما قلتليش ليه يا شيخ؟ منك لله. منك لله يا شيخ. انا بقى مين؟ انت فين؟
طيب بقول لك ايه؟ يا بابا انا جيت اخد بنتي. شوفي ده لو اقسم بالله ما هيعدي رميت البيت هتسيبيها زي ايديك تسيبيها زي ايديك سيبيها زي ايديك معرفش ولا انت واقفه جنبي وبعد كده ازاي يعني واقفه جنبك منك لا يا شيخه منك لا والله العظيم يا شيخه ما هي انا اسف دلوقتي يا لهوي على اللي يعملوا فيا انا هاخد الكاميرا دلوقتي اوريكم انا فريده مخبيها فين زي ما اوريكم في اول فيديو تعالوا بقى معايا اوريكم فريده مخبيها فين فرفور فرفور فريده فريده اكرم يعمل فينا ايه يا فريده اكرم يعمل فينا ايه مش عارفه اكرم هيعمل فينا ايه اكرم هيسود عيشتنا اكرم هيعمل فينا ايه يا فريده هيسود عيشتنا انا فرحانه هيسود عيشتنا اكرم هينفخنا اكرم هيرمينا من البلكونه انا وهي ايه هي ما عملتش حاجه انا اللي عملت كل حاجه هكلمه دلوقتي على الموبايل داليا معلش امسك الكاميرا الو اهو بتسمع اهو بتسمع يا جماعه ايه اكرم الو ايه يا اكرم لقيتها الراجل بيقول لي محدش نزل معاكي ازاي اكرم هي كانت واقفه جنبي وماسكه في ايدي انهي خرا صيدليه في انهي شفت على فهم فهم اللي تحت البيت اكرم هو في ايه فهم اللي تحت البيت يا اسراء لو ما لقيت فريده يومك يا اسراء مش هيعدي والله العظيم ارحمك انا عايزه بنتي دلوقتي كل الموضوع ان انا عايزه فريده منك لله يا شيخه يا شيخه منك لله انت عمال تدعي عليا انت عمال تدعي عليا انا اسمي رايح الاسم هنا جنبينا وبعدين هبقى لك هعمل ايه اسم ايه استنى 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 اسم ايه يا نهار اسود قفل قفل بيقول لي راح الاسم لا لا لازم اكلمه تاني معلش يا داري افتح لي الموبايل بتاعك بيقول لي راح الاسم يبلغ ان فريده اتخطفت ومش لاقينا الو الو ايه يا كوك ايوه الراجل بتاع الصيدليه طلعها لي على الاوردر انت واقف تحت ليه؟ ايه؟ طلع مين؟ الراجل بتاع الصيدليه طلع فريده على الاوردر اللي انا كنت طالباه عشان بصي انا هخليها اقعد طب ايه هتطلع ولا تخليك تحت في الصيدليه؟ قفل السك في وشي قفل السك في وشي يا جماعه معلش معلش هو طلعني وخلاني اجري على ملا وشي واتخضيت في اليوم دوت وقعت من على السلم وقعدت اعيط وقال لي ان هو رمى فريده من فوق انا بقى حبيت اطلعه على عينيك شويه من انت بتعمله فيا ده يا بيه مش هتقدر والله كسر الكاميرا والله كسر والله كسر وانا مين انا والله كسر الكاميرا وبهزر ايه ده بس عفايه انت ما عندكيش دم والله ما بهزر عشان ده ما يحسبش هزار اصلا ده كل اللي تيجي ده الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يتي يتي هاتي ميه يا اسراء عطشان يا اسراء والله انت عطشان عايز تشرب بجد؟ اه هجيب لك ميه هزار والله العظيم ده مهزار والله ده مهزار كان حلو لو ميه قولي الجبنه يا فريده كنت مستخبيه يا ماما ماما كان حلو لما حامل ها تخضها على بنتها وتخليها تقع على السلم كان حلو صح؟ كان حلو ها؟ انا قلت لك سد في اللي جاي وانت مش قادر تسد يبقى خلاص ما تلعبش معايا بقى ما تلعبش معايا ما
كده ماشي كلهم بيكلموني والله العظيم حرام عليك مين والله حرام عليك رحت بلغت ها انا عملت لا والله منك لله حلو المقلب ها حلو المقلب قول لهم قول لهم قول للناس قول للناس حلو المقلب ها ها المقلب حلو المقلب صعب وانت ما انت مبسوطه مبسوطه انت يعني وانت مبسوطه الحمد لله فريده بنتي رجعت بالسلامه كان قلبي وجعني عليها والله اكرم 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 انا قلت لك سد في اللي جاي يعني ظهري يا جماعه المشكله ان انا ظهري تعبني تعبان حرام عليكي ونازل الراجل تحت بتكلم معاه هاتي له المسكن من جوه يا حبيبتي عشان نسكر له القلم اللي هو خده انا مش زعلان امين بس وحياه ربنا لما اعمل فيديو فيها حد يقول لي حرام عليك حلو المقلب